ها هي ذي ثمرة الأرغان بعد أن تخلصت من قشرتها البنية اللون والتي كانت خضراء من قبل. إنها تحدثنا عن حالها وتصرخ معلنة أنها أصبحت جاهزة لتوديع اللوزة الموجودة بين أحضانها. نعم، إنها الثمرة التي جادت علينا بها هذه الشجرة المعطاء المباركة، شجرة الأرغان، وهي نبات طبيعي اسمه العلمي اللاتيني أرغانيا سبينوزا، يدخل في فصيلة الأشجار الصنوبرية التي لا يتعدى علوها 2.5 متر إلى 3 أمتار، تعيش لمدة 2.5 قرن، وقد عمرت هذه الفصيلة من الأشجار لملايين السنين، وهي معروفة بمقاومتها للجفاف ومحاربة ظاهرة التصحر. تعمل على حماية التربة من الانجراف وتحافظ على التوازن البيئي، وذلك راجع لكون جذورها تتعمق كثيرا بحثا عن الماء لمسافة قد تصل إلى 200 متر، وبذلك تساهم في تسرب المياه لباطن الأرض. ويتواجد جزء كبير من غابات الأرغان بجهة سوس ماسة على سفوح الأطلس الكبير الغربي، وتمثل 71% من الغطاء النباتي لمنطقة سوس، كما تشكل غابات الأرغان 18% من المساحة الغابوية الوطنية، وتنتشر هذه الغابات على مساحة آلاف الهكتارات بعمالات وأقاليم جنوب المغرب، وهي تارودان، شيشاوا، الصويرة، تيزنيت، شتوك ايت باها، إنزقان ايت ملول، وأقادير إيدوتانان. كتعطي العلف للبهايم، من بعد كاين
هذا سميتو اوزغيل. هاد لافاش كتخدم ليه هاد العمليه بزاف العيال كيرسو هذا باش كيخرجوا هاد اللوزه هادي. من بعد هاد القشره ديال هذا حتى هي كتصلح العافيه اللي عندهم الفران والحمام. من بعد هذه هي اللوزه ملي كنديروا الزيت كندير فيها جوج ديال لي برودوي ديال الدارغان. كندير الويل دارغان ديال الماكله والويل دارغان ديال الكوزميتيك ديال الماكله. كنقليو هاد اللوزه وهاد الكوزميتيك كيدير في هاد اللوزه خضراء. من بعد ملي كنعصروا هاد اللوزه هادي كتعطينا الزيت. كاين هاد الطورطو الزقمونه هي اللي كتبقى من العصير ديال الارغان حتى هي كتعطى العلف للبهاي. وكاين فيها واحد لابارتي اللي كنصدروها دابا لواحد لابوغاتوار في لا فرونس كيديروا فيها لي زاناليز باش يديروا فيها مازال لي برودوي كوزميتيك بحال لي غوماج ولي ماسك. أبو شجرة الأرغان دورا رياديا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بجهة سوس ماسة. ففضلا عن استخراج الزيت من حباتها فإن قشورها والعجين الباقي بعد استخراج الزيت يستعملان كغذاء للماشية لما يتوفران عليه من قيمة كلائية متميزة. أما زيت الأرغان فيستخلص إما بطريقة تقليدية عبر كسر التمرة بالحجارة لاستخراج اللوزة وتحميصها ثم طحنها بالمطحنة الحجرية، وهذا النوع يكون داكن اللون ذو رائحة وطعم قويين، وهو نوع خاص بالأكل يستعمل أيضا في تحضير الأكلة المحلية المشهورة التي يطلق عليها اسم أملو، وهي خليط من العسل وزيت الأرغان ودقيق اللوز أو بطريقة عصرية وذلك باستعمال الآلات لهذا الغرض. أما النوع الثاني فيستخرج بالطريقتين المذكورتين لكن دون تحميص لوزة الأرغان، ويكون لونه أصفر ذهبيا ورائحته خفيفة، ويدخل كمركب مهم في الصناعات التجميلية الراقية، يستعمل كمرطب للبشرة وهو أكثر غلاء من النوع الأول، ويقال أنه يحتوي على قدر عال من فيتامين أو والعديد من الأحماض الدهنية الأساسية، لذلك يستعمل كمرطب ومغذي للبشرة. انتقل سعر اللتر الواحد من 20 درهما سنة 1988 إلى 300 درهم في السوق المحلية و300 أورو للتر في أوروبا و200 دولار بكندا. وأمام ضغط الطلب في السوق العالمية لهذه المادة فإن مختبرات دول أخرى عاكفة على إجراء تجارب علمية من أجل إنتاج هذه الزمردة المغربية ذات المستقبل الواعد. فإلى أي حد ستنجح هذه الدول في توفير نفس الماء ونفس التربة ونفس الطقس الذي حب الله به المملكة المغربية دون سواها؟